بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم إن شاء الله بربي غادي نفتحوا قائمة جديدة على قناة محفظتي. هذه القائمة غادي نسميها قائمة الوضعيات الإدماجية للسنة الخامسة ابتدائي. وحنا نعرفوا جميعا ان الوضعيه الادماجيه في اختبار ولا في فرض ولا حتى في الامتحان عليها اربع نقاط، وغالبا ما تكون الوضعيه الادماجيه فيها اربع عمليات، ولكن احنا اليوم عندنا خمس عمليات وليست اربعه. تبع معي يا عزيزي التلميذ. قبل ان نشرع في حل هذه الوضعية، يليق لك تقرأ الوضعية حوالي 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات إذا اقتضى الأمر باش تفهمها جيدا. نقرأ مع بعض. اشترى فلاح 14 خروفا، ثمن الخروف الواحد 35400 دينار، واشترى أيضا 4 بقرات، ثمن البقرة الواحدة هو 3 أضعاف ثمن الخروف الواحد، واشترى 3 أكياس من العلف، العلف هو الغذاء تاع الحيوانات، بثمن 1500 دينار للكيس الواحد. ثم وضعنا الأسئلة الخاصة بهذه الوضعية. سؤال الأول، ما هو ثمن كل الخرفان؟ سؤال ثاني، ما هو ثمن البقرات الأربعة؟ سؤال الثالث، ما هو ثمن كل أكياس العلف؟ السؤال الرابع، ما هو المبلغ الذي صرفه الفلاح؟ الآن عزيزي التلميذ، ماذا تلاحظ في هذه الوضعية؟ لاحظ السطر الأول راني ملونه بالأحمر، والسطر الثاني راني ملونه بالأزرق، والسطر الثالث راني ملونه باللون الأبيض. لماذا؟ إذن هذه الوضعية التي هي أمامي هي وضعية إدماجية. الآن ما تنساش بلي الوضعية الإدماجية راهي تحتوي على وضعيات جزئية. إذن هذه اللي راهي ملونه باللون الأحمر هي وضعية جزئية أولى، واللي راهي ملونه بالأزرق هي الوضعية الجزئية الثانية، واللي راهي ملونه بالأبيض هي وضعية جزئية ثالثة. نبدأ الآن. إحنا دائما من نبغي نحل وضعية لابد أن أجزئها إلى وضعيات باش تساعدك عزيزي التلميذ. إذا كي تجزئها إلى وضعيات صغيرة يسهل عليك الحل، ما تحلهاش وهي غامقة. سهل على روحك الأمر إذا كتقسمها إلى وضعيات جزئية. نبدأ بالوضعية الجزئية الأولى. اشترى فلاح 14 خروفا، ثمن الخروف الواحد 35400 دينار. هو شرى 14 خروف، كل خروف يسوى 35400. إذن السؤال يقول لك ما هو ثمن كل الخرفان. أنا ما نديرش 35400 تاع الخروف الأول زائد 35400 تاع الخروف الثاني زائد 35400 تاع الخروف الثالث، هكا غادي نضيع الوقت بزاف ويصعب عليا باش نصيب النتيجة. الحل الوحيد هو ندير 35400 في 14. هكذا عزيزي التلميذ، 35400 في 14 تساوي 495600 دينار. وندير العملية العمودية ثم الجواب ثم النتيجة ونكتب قدامها دينارا. إذن عزيزي التلميذ، الحل يكون بهذه الطريقة. نعطيك واحد النصيحة صغيرة عزيزي التلميذ، راك تشوف الحل وراني دايره، راني عاطي جزء صغير للعمليات وجزء كبير للأجوبة. علاش؟ ولات الأجوبة التلميذ من يبغي يجاوب ما يكفيش المكان، وبالتالي نوسع تاع الأجوبة ونضيق شوية تاع العمليات باش يجي الجواب شباب وجميل ويفرحك انت ويفرح الأستاذ اللي راهي صحح في الوضعية تاعك. زيد عزيزي التلميذ، كي ندير العملية الأفقية لابد علي أن أضع العملية العمودية، وبعد كي نسيب النتيجة نكتب الجواب ونكتب العلامة النهائية ونكتب قدامها دينار. الوحدة ما تنساهاش الوحدة. شوف في الامتحان ولا في الاختبار الأستاذ
ينقطك على العملية الأفقية وعلى العملية العمودية وعلى الجواب. حذاري تنسى واحدة فيهم راك تنقص من العلامة النهائية تاعك. الآن نعود إلى المسألة تاعنا أو الوضعية الإدماجية. بعد ما حلينا الوضعية الجزئية الأولى ننتقل الآن إلى الوضعية الجزئية الثانية. واشترى أيضا 4 بقرات، 4 تاع البقرات. ثمن البقرة الواحدة هو 3 أضعاف ثمن الخروف الواحد. هنايا في هذه الوضعية راهم عاطينا مشكلة، هذيك هي بروحها مشكلة. إذا هذه الوضعية راه فيها هي مشكلة وداروا لنا مشكلة أخرى في وسطها، وهي 3 أضعاف ثمن الخروف الواحد. يعني بقرة واحدة تساوي الثمن تاع 3 خرفان. بقرة واحدة تساوي الثمن تاع 3 خرفان، يعني 35400 زائد 35400 زائد 35400 باش تعطيني ثمن البقرة الواحدة. بصح انا ما عنديش زائد زائد زائد، اخذت العملية تكون طويلة وبالتالي نضيع شوية وقت. اذا ندير 35400 في 3 باش نصيب ثمن البقرة الواحدة. حذاري ماشي ثمن البقرات الاربع، هذا السؤال الخفي المشكلة اللي راهي هنايا. غادي نصيب ثمن البقرة الواحدة ومن بعد ندير العملية باش نصيب ثمن البقرات الاربع. اذا تبع معايا الحل. اذا هنا باش نصيب ثمن البقرة الواحدة، إذن 35400 تاع ثمن الخروف الواحد نضربها في 3 نصيب 106200 دينار. وما ننساش العملية العمودية وما ننساش كذلك الجواب تاعها بهذه الطريقة. الآن راني وجدت ثمن البقرة الواحدة، بصح هو شرى 4 تاع البقرات، 4 تاع البقرات. اذا في هذه الحاله شنو ندير؟ نعاود نرجع للتمرين تاعي. واشترى ايضا 4 بقرات، ثمن البقره الواحده هو 3 اضعاف ثمن الخروف الواحد. الان صبنا احنا ثمن البقره الواحده، بما اننا صبنا البقره الواحده هو شرى 4 بقرات. اذا هذاك الثمن اللي صبناه تاع البقره الواحده نضربوه في 4 باش نصيبو ثمن كل البقرات. إذا نعاود نرجع للحل. إذا ثمن البقرة الواحدة هو 106200، هذه بقرة واحدة. البقرة الثانية كذلك تساوي 106200، والبقرة الثالثة أيضا تساوي 106200 دينار، والبقرة الرابعة أيضا تساوي 106200. في هذه الحالة 1000 أو 106200 راهي تتكرر 4 مرات، تعال البقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. بما أنها تتكرر 4 مرات ما نديرش أنا زائد 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 زائد، وإنما ندير عملية الضرب 106200 في 4 بهذا الشكل. 106200 في 4 تعطيني 424800 دينار. وما تنساش عزيزي تلميذ العملية العمودية هكذا، وما تنساش أيضا الجواب. ثمن البقرات الأربع هو 424800 دينار. الآن كملنا الوضعية الجزئية الأولى والوضعية الجزئية الثانية. الآن ننتقل إلى الوضعية الجزئية الثالثة. ها راهي ملونة باللون الأبيض. واشترى 3 أكياس من العلف بثمن 1500 دينار للكيس الواحد. يعني الكيس الأول يسوى 1500 دينار، والكيس الثاني يسوى 1500 دينار، والكيس الثالث يسوى 1500 دينار. إذن 1500 دينار تتكرر 3 مرات. إذن بما أنها تتكرر 3 مرات، إذن نضرب في العدد 3 بهذا الشكل. إذن 1500 في 3 تعطيني 4500 دينار. إذن هذا ثمن كل الأكياس. الكيس الواحد يسوى 1500، إذن ثمن الأكياس الثلاثة هو 4500 دينار. وما ننساش العملية العمودية، دائما العملية الأفقية تقابلها العملية العمودية، وبعد ذلك نضع الجواب. ثمن كل أكياس العلف هو 4500 دينار. وما ننساش الوحدة.
الوحدة نكتبها رياضيا وأدبيا، يعني دي أ دينار ألجيريان نكتبها باللغة الفرنسية يعني رياضيا، وأدبيا نكتب دينارا هكا كتابة. الآن نعود إلى المسألة تاعي أو الوضعية الإيماجية، نعود نقرأها. اشترى فلاح 14 خروفا، ثمن الخروف الواحد هو 35400 دينار. احنا يا خلاص وجدنا ثمن كل الخرفان. واشترى أيضا 4 بقرات، ثمن البقرة الواحدة هو 3 أضعاف ثمن الخروف الواحد. الحمد لله وجدنا ثمن كل البقرات. واشترى 3 أكياس من العلف بثمن 1500 دينار للكيس الواحد، كذلك وجدنا ثمن كل الأكياس. الآن شندير العملية الأخيرة، ما هو المبلغ الذي صرفه الفلاح؟ المبلغ الذي صرفه الفلاح هو ثمن الخرفان كلها وثمن البقرات كلها وثمن الأكياس كلها. إذا نجمع ثمن الخرفان مع ثمن البقرات مع ثمن الأكياس هكذا. الآن ندير ثمن الخرفان هاو قدامك، زائد ثمن البقرات الأربع هاو قدامك كذلك، زائد كذلك ثمن الأكياس هاو قدامنا 4500، وتساوي إذا وتساوي راني مخطئ هنا، راني خطأ. إذا هنايا تساوي 4000 أو 9924 1900 دينار. لقد أخطأت في إيجاد النتيجة. النتيجة راهي باللون الأصفر في العملية العمودية هي الصحيحة، ماشي في العملية الأفقية. نلاحظ نجمع مع بعض، الأحد صفر، العشرات صفر، أما العشرات 6 زائد 8 14، والخمسة 19، نحتفظ بالواحد تولي عندي 5 10 14، نحتفظ بالواحد 12، نحتفظ بالواحد 4 زائد 4 وتساوي 8، والواحد اللي احتفظنا به 9، إذا تساوي 924 1900 دينار. أما هذه النتيجة الأفقية راني مخطئ، عذرا عن هذا السهو أو الخطأ، هاي النتيجة الحقيقية 924 1900 وليست 1,051,800، أخطأت. المهم سامحوني على هذا الخطأ. قال لك لكل فرس كبوة، قال الإنسان يخطأ. إذا إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بربي كل مرة نديروا وضعية إدماجية بهذا الشكل ونشرحوها بالشرح المبسط إن شاء الله بربي، وحتى باش التلميذ تاعنا يتمكن ويولي يحل الوضعيات الإدماجية، خاطش كل التلاميذ تاع السنة الخامسة تقريبا يخافوا من الوضعية الإدماجية، وهي ما تتطلبش الكثير، بالعكس بالك ربما تكون هي السهلة، وإنما تتطلب القليل من التركيز والقراءة وإعادة القراءة عدة مرات. وأخيرا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.